السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غنبينو فيه الطريقة اللي كما كتشوفوا في العنوان، طريقة سهلة ديال الهجرة إلى ألمانيا، واحد الطريقة اللي من ضمن الطرق اللي كاينين بزاف هي طريقة ديال عن طريق الدراسة أو عن طريق الأوسبيلونغ اللي ولات دابا بزاف ديال الناس ولاو كيجيو بها لألمانيا، أو لا عن طريق القانون الجديد ديال 2020 اللي كلكم عارفينه. القانون الجديد هو ديال الناس اللي عندهم دبلوماسي يجيو لألمانيا باش يقلبوا على خدمة، وكاينة إمكانية أخرى أنها باش الناس يجيو اللي قل من 25 عام يجيو يقلبوا على أوسبيلونغ، يقلبوا على تكوين مهني من بوحدو. الشروط كاملة كما ديما كنقولهم في لي لايف ولا في فيديوهات، ولا الشروط كاملة باقا ما خرجتش من عند القنصلية، لأن القانون غيخرج في 2020، وديك الساعة يا إما في الآخر ديال 2019 ولا في الأول ديال 2020 غادي يحطوا القانون في الصفحة ديال القنصلية ديك الساعة، وعاد غادي يحطوا مع جميع الشروط. هاد القضية هادي هاد الطريقة ديال دابا هي اللي قلت لكم ديال الأوبير أو الأوبير ماتشن، هي واحد الطريقة اللي زوينة اللي كنت هضرت عليها في الفيديو اللي قبل هذا، الفيديو الثاني ديالها اللي غنوريكم فيه الوثائق اللي طالبة القنصلية. كنت هضرت معاكم في الفيديو اللي قبل، قلت لكم جميع الأوراق، شنو الحوايج اللي كتحتاجو، كيفاش الطريقة باش أنكم تلقاو واحد العائلة. عطيتكم لي سيت اللي يمكن لكم أنكم تلقاو فيهم العائلات اللي كيقلبوا على هاد الناس هادو، عطيتكم التعريف ديال هاد الاوبر شنيه. الفيديو غنخليه لكم تحت هاد الفيديو هذا، غتلقاو اللين ديالو او تدخلوا القناه وغتلقاو الفيديو الاول وتفرجوا فيه. المهم هاد الفيديو هذا فيه الاوراق اللي طالب القنصليه بالنسبه لهاد الطريقه ديال الهجره الى المانيا. ممكن ما كتشوفوا هنا دويتش بوتشافت غابات، القنصليه ديال المغرب، القنصليه ديال المانيا في المغرب، زعما الناس اللي في بلدان اخرى، الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا هادي، على تقريبا نفس المتطلبات اللي كاينه. المهم هنا كتمشي للفيزا انفورماسيون ناسيونال فيزا، هنا لانغ فريسيكا اوف انتهالت، هذه يعني اكثر من 90 يوم، حيت الفيزا الاخرى هي فيزا شنغن هي اللي كتكون اقل من 90 يوم او لا الماكسيموم 90 يوم، وهذه كتكون اكثر من 90 يوم. ها هي الاوبير هي اللي قلت لكم، كما الناس اللي كنهضر معاهم ديما، ها انتم هذاك القانون الجديد ديال البحث عن العمل راه باقي ما كاينش، ملي غيتحط غيتحط هنايا، شفتوا هنا كاين يا اما طلبه هذه ديال البحث عن العمل ولكن في هوخ كواليفيتيات فاخ كريفتر، هذه راه ماشي ديال الناس الاخرين اللي هذا القانون الجديد ديال فاخ كريفتر، يعني بحال نقول لي العامله، فهمتوا، ولكن هذه راه هوخ كواليفيتي الناس كاليفيي، المهم باك بلس 5 اللي يكونوا دبلومات عاليه. نجو هنا هذا الشيء اللي كاين، ما كايناش كاع هذاك القانون الجديد، هذه غير توضيحات باش الناس يعرفوا صافي. المهم هاي الاوبير هو الموضوع اللي كيهمنا، غنمشيو للاوبير، هما الوثائق اللي طالبين، وهنا عاطين بعض المعلومات من 1 ل 6 غنشرحهم لكم تما قبل نقول لكم شنو الحوايج اللي طالبين. هنا بدا اول حاجه هي تسوم تامين، هنا قال لكم بلي ان نهار الموعد اي وثيقه اللي كتدفع الموعد تكون اصليه، وهما ديك الساعه كياخذوا يا اما كيشوفوا الاصليه وكياخذوا الكوبي، ولا بعض الوثائق كياخذوا الاصليين وماشي غير الكوبي، باش نكونوا فاهمين. هنا قال لك اوبير فيتراك، يعني هنا العقد ديال هذا الاوبير، هذا اوبير كما قلنا هو مربي ولا مربية الأطفال، العقد ديالها هذا العقد اللي كتسيفطولك العائلة اللي كتكون انت غتمشي غتربي ليهم ولدهم، تقابل ليهم ولدهم ولا بنتهم ولا داكشي اللي كاين. المهم نقدر ننسى شي معلومة على هاد الأوبير، المهم أي معلومة ما قلتهاش هنا غتلقاوها في الفيديو اللي قبل، قلت لكم غنحطو تحت هاد الفيديو غتلقاوها. حيت أنا دابا بغيت نعطيكم غير الوثائق اللي كتطلب القنصلية. المهم هنا الشيء الاول هو الفاتخاك، هو العقد اللي غتعطيكم العائله اللي غتخدموا معاها. هنا الاينلادون زعما الانفيتاسيون هي الاستدعاء، حنا غي الدعوه اللي غي اللي غيعطيوكم هما، كيصيفطوا لكم الدعوه باش غتجيو عندهم. ليبنسلاف هو السيره الذاتيه ديالكم، ليبنسلاف كتكتبوا عادي كما عندكم الفرنسي ولا باي لغه عندكم بالعربيه كترجموه، هو داك كتدفعوا لهم. الموتيفاسيون شخايبن كتكتبوا لهم واحد الرساله تحفيز،
على هاد الخدمه هذه، بانكم غادي تخدموا. المهم كل واحد مو مدرسه للتحفيز، كتحاول من خلالها انك تقنع القنصليه انك الهدف ديالك هو هاد الاوبير، وممكن تتعلم بزاف الحوايج. علاش انت بغيتي دير الاوبير؟ شنو بغيتي تتعلم من القضيه هذه؟ المهم علاش؟ شنو السبب الرئيسي اللي خلاك انك بغيتي دير هاد الاوبير هذه الى اخره، باش ما يشكوش فيك بانك غير باغي تمشي لالمانيا، ماشي باغي تمشي زعما باغي تمشي وتحرك. هناك كيطلبوا لك، نطلبوك البكالوريا او شي شواهد اللي عندك، دبلومات، اي دبلوم، اي شهاده عندك، دبلوم ولا ليسونس ولا اي حاجه عندك، من بيناتهم الباك تاوا ترجموه لهم وتجيبوه تاوا اوريجينال. شبراخ نيفو، نيفو ديال اللغه A1 كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل. A1 راه اقل نيفو في اللغه الالمانيه هو A1، كتقرا فيه شهر ونص ولا شهرين على حسب انت شحال كتقرا كل نهار، واش كتقرا كل نهار الالمانيه ولا جوج مرات في السيمانه ولا ثلاثه ولا اربعه الى اخره. المهم هذا هو اقل نيفو، هو A1، سهل بزاف. هنا كيطلبوا لك ايضا نسخه ديال جوازات السفر ديال العائله اللي غتمشي عندها. انت بحال انت غتمشي عند واحد العائله مكونه من راجل ومراته، فوتوكوبي الباسبور ديال الراجل وديال المراه، غير فوتوكوبي ماشي الاصليه، غير فوتوكوبي وصافي. هنايا بوجدي نوصل فلتر هاد الورقه هادي، واحد الورقه كيعطيوها لكم، واحد الورقه كيعطيوها لكم في القنصليه. نهار كتمشيو القنصليه كيعطيوكم واحد الورقه كتعمرها، توزات فخاك بوغن اوبير. المهم هاد الورقه كيعطيوها لكم، واحد الورقه كتكون ما فيهاش داكشي بزاف، واحد الاستماره كتعمروها دغيا. هنا فين عاطينكم معلومات اللي هي معلومات مهمه بزاف، انا غنحاول نشرح لكم دغيا هاد المعلومات. المهم هنا قال لك الشخص اللي غيدفع هاد الطلب هذا، كما قلت لكم والناس سولوني في كومونتات الفيديو اللي قبل، ما خصوش الماكسيموم هو 26 عام، يعني ما يكونش مكمل 27 عام. هنا هذا اللي قال ما يكونش مكمل 27 عام، ويكون اقل حاجه عنده هي 18 عام. كما كتشوفوا هنا تكون عنده 18 عام هي اقل حاجه، و ما يكونش وصل 27 عام، يعني 26 عام اللي تكون عنده. هنا قالك بأنه مين ديسنس، يعني أقل حاجة خص تكون عنده نيفو A1، زعما مستوى ديال اللغة، أو أقل حاجة هو يكون عنده A1. إلا كان عندك البيتس فاي ولا البي أينس ولا الأتس فاي راه مزيانة، ماشي ضروري أنه يكون عندك A1، ولكن أقل حاجة هو الA1، والA1 هي راها مقبولة. هنا الحاجه الضروريه والاساسيه انه في هذه العائله هذه رقم 3، هذه العائله اللي غتمشيو عندهم خصهم يكونوا كيهضروا باللغه الالمانيه، يكونوا في الدار كيهضروا باللغه الالمانيه. ماشي ضروري كما قال لك الناس، كاين بعض الناس اللي كيقولوا خصهم يكونوا المان، ماشي ضروري انهم يكونوا المان، ولكن يكونوا كيهضروا اللغه الالمانيه في الدار. من الاحسن الا كانوا المان راه من الاحسن، لان هكا كتكون مضمونه انهم كيهضروا باللغه الالمانيه، لكن الا كان ماشي دوله اخرى ممكن انها تكون بعض المشاكل، يقدروا يكونوا كيهضروا لغه اخرى. المهم هما القنصليه طلب لك ان هاد العائله اللي غتمشي عندهم يكونوا كيهضروا باللغه الالمانيه. والشيء الاخر هو انه ما خصهمش، هاد العائله اللي غتمشي عندهم ما خصهمش يكونوا من نفس البلد ديالكم، بحال مثلا من المغرب، وغتلقى عائله مغربيه اللي غتجيبك، ولا واخا ما تكونش من عائلتك، تكون من عائلتك او لا ماشي من عائلتك، فما عندهاش الحق انها تجيبك. ما اي واحد من مصر وعائله من مصر اللي غتجيبو ما عندهاش الحق انها تجيبو. الا دفعتو الفيزا يعني ما كتوفروش فيكم جميع الشروط، غيكون الرفض بصفه نهائيه، غيكون الرفض 100%. المهم هذا شرط من الشروط اللي خصكم تعرفوه، انه ما خصهمش يكونوا من نفس العائله. هنا الشيء الرابع اللي خصكم تعرفوه هو انه هاد الاوبير، هاد الناس اللي كيمشيو اوبير يعني كيساعدوا
العائله في التربيه ديال الاطفال ديالو، بحال بلي كيكونوا العائلين كيكونوا خدامين، وهذه كتكون انت كتكون انت كتقابل لي منذ من الوقت اللي كيمشيو للخدمه. و شيء اخر هو يقدر انك تكون كتعاون العائله في اعمال منزليه، شي حاجه في الدار، ولاني ما كتكونش بزاف ديال الحوايج، كيكون داكشي قليل. والماكسيموم ديال السوايع اللي خصكم تخدموا في السيمانه هو 30 ساعه، ما تفوتش 30 ساعه. المهم هادشي كيكون في الوراق، لكن انت بحال باغا تخدم عند العائله تزيد عندها شويه سوايع وتخلصك في دوك السوايع، هذاك الشيء راه بيناتكم. ولكن الحاجه اللي غتكون في الكونترا وهذه هو خص يكون الماكسيموم تكون 30 ساعه، يعني ما يلزموكش هما انك تخدم اكثر من 30 ساعه، هادشي كيكون في الكونترا. بس زعما هما كيقولك هذه 30 ساعه باش يبقى لك الوقت الدوتش كورس، لان كما قلت لكم في الفيديو اللي فات بان العائله كتعاونك او لا مجبره انها تعاونك ب 50 اورو في الشهر بالنسبه لدروس اللغه الالمانيه. الا كنتي باغي دير دروس اللغه الالمانيه خصهم يعاونوك ب 50 اورو في الشهر. ودروس اللغه الالمانيه كيختلفوا على حساب الوقت، بحال بان لك تقرا جوج مرات في السيمانه ولا ثلاثه ولا اربعه ولا كل نهار، هادشي باش كيختلف الثمن ديال دروس اللغه الالمانيه. وهنا قال لك بانهم هاد الناس هادو اللي كيمشيو بالاوبير، يعني راه ماشي الخدمه ديالهم هي يبقاو خدامين في الدار، الخدمه ديالهم هو يحضيو الاطفال، ولهذا ما خصش يكونوا الوالدين بجوجهم يكونوا خدامين فول سايت. يعني فول سايت يعني يكونوا كيخدموا 8 سوايع في النهار و 5 ايام في السيمانه. يعني اللي كانوا كيخدموا بجوجهم 8 سوايع في النهار و 5 ايام في السيمانه، هذاك يعني انهم ما عندهمش الوقت باش يبقاو باش يقابلوا الدار ولا باش ينقيو ولا هادي. وفي هذه الحاله كتجبر انت انك تكون انت اللي كدير داكشي، يعني هذا ممكن انه يكون شيء سلبي بالنسبه للناس اللي غيمشيو او بالنسبه لكم انتم غتحطوا طلب ديال الفيزا ديال هاد النوع ديال التاشيره. الا كانوا الوالدين بجوجهم خدامين دونك راه يقدروا يقدر هذا انه يكون سبب، لانه هو قال لك ما خصهمش انهم يكونوا بجوجهم خدامين فول سايت. فول سايت يعني كتعني 8 سوايع في النهار. هنا رقم خمسة، وهنا قالك راه ماشي زعما راه ماشي خدام ولا خدامة في الدار، وباللي 260 أورو اللي كتكون كتشدها في الشهر من عند هاد العائلة هادي اللي كتعاونهم. المهم العائلة راه هي اللي كتخلص عليك، كتكون عندهم، كيكون عندك بيت ديالك كتكون معاهم، وكيخلصوا عليك هما من جميع الاشياء، لاسيرونس وكل شيء، الماكله على حسابهم كل شيء. وكتشيط في الشهر خصهم يعطوك 260 اورو اللي كيعطيوها لك هذه بحال زعما الخدمه ديالك. هنا قالك بلي انا دوتش كوز زوفي على نوت بيندينغ كرانكل، يعني دوتش كوز وكاع هذوك لاسيرونس ديال الانفالفيزيون زعما ديال الكسيده ولا ديال بزاف ديال الحوايج، المهم بزاف ديال الانواع ديال التامينات كتخلصهم العائله اللي المستضيفه. وقال لك بلي هذا الشيء هذا خصو يتحط زعما واحد الحجه بان هما اللي غاديين يخلصوا لك هذا الشيء هذا، خصكم نهار تحطوا الفيزا تحطوا هاد الوراق هذا، بحال دابا الهافت بليشت ولا هادي كياخذوا هما من عند شركه التامين واحد الورقه بانهم راه واحد الشخص نهار غيدخل المانيا غيولي مقيد معاهم في هاد لاسيرونس هادي، فهمتوا؟ هادي هي الورقة اللي خصكم، بحال هكا خصكم الوراق هما اللي غتبعو. المهم نتوما غتقولوها العائلة هاد الساعة عارفة منين غتجيب دوك الوراق. المهم كانوا هادو هما الوراق ديال هاد النوع ديال التأشيرة ديال الأوبير ديال مساعد أولا مربية أولا مربي الأطفال، هما هادو. بالنسبة للناس اللي قالك غير البنات، راه ماشي غير البنات، راه الدراري وبنات بجوج ما عندهم الحق أنهم يمشيو، ولكن كما قلت لكم بان بزاف العائلات كي بالنسبه لهم حسن انها تكون بنت. بزاف ديال العائلات زعما كيبغيو بنات على دراري، خصوصا الا كانت عندهم بنت في الدار وماشي دري، زعما الطفل ديالهم كيكون بنت وماشي دري. ممكن هذا هو الفيديو الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.